طيب معايا المهندس محمد شعيب رئيس قطاع الطاقه بشركه القلعه. باشمهندس الحقيقه عايز اسالك على قضيه ضريبه الكربون، ودي ضريبه مطبقه في العالم كله، توقعاتك ايه لهذه الضريبه؟ كيف تطبق في مصر؟ الاول انا عايز بس اشكر حضرتك، البرنامج بتاعك واضح ان هو بقى برنامج متخصص في الطاقه، حتى التقارير اللي بتجيبوها الناس اللي جايه واضح انها بقت بتفهم في الطاقه جدا. احنا خلاص يعني الريبورت اللي حضرتك اذعتيه من شويه الناس بتقول حلول. نعم. ف حضرتك ضريبه الكربون مطبقه في العالم كله بقواعد. هذه القواعد لا هي اختراع ولا حاجه خالص، ممكن ناخدها كلها. وحضرتك اثرتي نقطه مهمه جدا في الموضوع بتاع الفحم وقضايا الكربون. عايزين نبقى كلنا نيوترال، لينا هدف واحد، مفيش فيها غالب ومغلوب، وما فيهاش حاجات شخصيه وما فيهاش حاجه خالص. في مصلحه بلد، وفي كل دول العالم عندها خليط من مصادر الطاقه الاوليه يجب ان هي تعمله. وفي جميع الاحوال الانبعاثات لا يجب ان تتعدى الحدود المسموح بها طبقا للقواعد والقوانين. ويتطبق. حضرتك انت بتتكلمي على ضريبه الكربون، لا ده في كربون كريدت، الناس بره بيشتروه في مصر. يعني اما بنيجي مثلا نوصل غاز لمصانع الطوب اللي موجوده في الصف او خلافه، في ناس بره بيجوا بيبقى في كربون كريدت وبيدفعوا فلوس مقابل ده، لان في الاخر الانبعاثات داخله على العالم كله. صحيح بتبقى فيها تاثير نسبي في المكان بتاعها، لكن داخله في العالم كله. فاحنا يجب علينا ان احنا بناخد ما يتم تطبيقه من الناس ناخد الكويس فيه ونطبقه، لان احنا في الاخر يهمنا ان مصر تشتغل، الصناعه بتاعتها تشتغل، ان مصر تشتغل بنظام اقتصادي جيد يخليه فيه تنافسيه، ان في نفس الوقت صحة المصريين يبقى هدف أساسي كلنا بنسعى عليه، لأن الانبعاثات لها أضرار في كل حاجة. وعشان برضو أبقى أمين مع حضرتك، مفيش محروق في الدنيا ملوش انبعاثات، يعني المازوت والسولار والبنزين الغاز له انبعاثات، المازوت له انبعاثات، الفحم له انبعاثات. وأقول لحضرتك على حاجة برضو عشان تريحنا كلنا، الاختلافات في الموضوع بتاع الانبعاثات والاثر بتاع كل محروق من هذه المحروقات او هذه الانواع من الوقود موجود في كل الدنيا. يعني في امريكا حضرتك عارفه ان اللي خلى امريكا يحصل فيها طفره في انتاج الطاقه هو الغاز الصخري. نعم. الغاز الصخري في ابحاث علميه من مؤسسات علميه في امريكا بتقول ان الغاز الصخري على فتره مثلا لايف سايكل 20 سنه، الدورة بتاعته كاملة من أول استخراجه لحد حرقه كوقود يعادل الانبعاثات اللي خارجة من الفحم في 20 سنة أكتر من 50 مرة. يا ساتر يا رب. وبالرغم من كده بيستخدموه بيعملوا ضوابط. وأمريكا ما وقفتش إنتاج الغاز، لا ده هو ده اللي ساعد على إن السعر ينزل وإن بعض محطات الكهرباء اقتصاديا تتحول لفعل. طيب انا بشكرك مهندس شعيب، يعني كنت اتمنى ان احنا يعني يا ريت نعمل حلقه بقى على موضوع كيف نتقي شرور الفحم. يعني احنا اتكلمنا يا جماعه على الفحم واهميته، ولكن الان علينا ان نضع الضوابط البيئيه. بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد شعيب رئيس قطاع الطاقه بشركه القلعه. مره ثانيه، القضيه مش هزيمه ومكسب، القضيه مش فريق في الحكومه هزم فريق اخر. بوجه كلامي للسيده وزيره البيئه بوضوح وصراحه، القضيه مش ان حضرتك اتهزمتي وان هناك فريق اخر كسب. احنا عندنا جميعا هدف واحد، وهو ايه الهدف؟ ان احنا نشوف حل لأزمة الطاقة. ده احد الحلول، ده احد الحلول. حضرتك بقى الان عليك ان تضع الضوابط القاسية الصارمة اللي موجودة في العالم كله، وضريبة الكربون منهم. فهنا ده دور مهم جدا، ارجو بس ان الناس تكون بتفكر في الموضوع ب بروفيشناليزم، يعني شوية مهنية وحرفية، مش بأمس وكده، يعني مش عايزين الحاجات دي.